تصويري اليوم من منطقة ألاتشاتا في مدينة إزمير. مدينة إزمير الآن تبعد من إسطنبول بالسيارة لمدة 3 ساعات ونصف. وتتميز هذه المدينة السياحية ببحرها وأيضا بيوتها وشوارعها التقليدية. بعض متابعين يسألوني يعني كيف قريبة، طبعا أتوقع يلخبطون بين مدينة بودروم وإزمير. مدينة بودروم بالسيارة تقريبا من إسطنبول 7 ساعات 8 ساعات، ولكن مدينة إزمير وهذه المنطقة تبعد 3 ساعات ونصف. وكما تلاحظون لا يوجد خوف من الكورونا في هذه المنطقة. هكذا هو الشوارع في منطقة ألاتشاتا. You